انا مبسوط جدا يعني، انا ما كنتش متوقع خالص ان ميكا هيعمل كده، ده اول حاجه. بس انا يعني الحمد لله توكلت على الله يعني، وقعدت اذاكر كويس عشان دي كانت اول تجربه ليا بروفيشنال، فانا كنت مهتم قوي بيها. وبعدين الاستاذ احمد السيناريست، الاستاذ احمد عبد الوهاب والاستاذ كريم سامي، كل واحد فيهم قال لي جمله انا لغايه دلوقتي في دماغي. واحد قال لي يا سيد انا مراهن عليك، الاستاذ احمد. والاستاذ كريم سامي قال لي يا سيد دي فرصه ولازم تستغلها صح. فالحمد لله يعني اشتغلت على نفسي لغايه لما حققت اللي انا عايزه، ولسه ان شاء الله. فانا استغليت الفرصه، ويعني الناس كلها بتتكلم عن دور ميكا لحد دلوقتي، بس محتاجين نعرف فعلا انت جبت الكلام ده منين واتعرفت عليه ازاي؟ في كلام كان مكتوب يعني، انا الاول وانا كنت بقرا انا مش فاهم فعلا، انا وانا بقرا السكريبت اول لما جالي انا مش فاهم، اعمل سيرش افهم اعرف الكلام رايح فين. في جمل عرفتها وفي جمل سالت ناس في الشارع يعني ايه دي يعني ايه دي. في حاجات، لا في حاجه انا مزود، في حاجات كتير انا مزودها من الشارع برضه، يعني زي على المولى في اي جوله، واللي خلق الخلق، واكسر بنفسك وما تستجلنيش، وافخد، الكلام ده كله في الشارع. نزلت الشارع؟ نزلت ازاي تشوف الموضوع اللي هو مشيت مع الناس ازاي؟ عادي، لا انا كان معاه، انا اعرف واحد صاحبي فهو عارف شويه من الفئه دي، فكنت بقعد معاه صاحبي ده يعني هو مسيطر شويه، كنت بقعد معاه. هم مش هو السيد صاحبي بيعرفهم علي علينا فاهم، بعرفهم بس مش اكتر. السيد مش عارف ايه، انا ماليش دعوه باي حد غير اللي انا قاعد متابعهم كلهم، وبكتب الكلام اللي بيتقال على طول معايا نوتس كده صغيره. محتاج اعرف برضه، يمكن انت يعتبر اول عمل كبير تشارك فيه، طبعا بطوله تشيكو وكريم محمود عبد العزيز، اول يوم في الكواليس وبدايه اللقاء بينكم كان عامل ازاي؟ هل في رهبه ولا قصد كل ده؟ لا كان طبعا في رهبه يعني، كان اول مشهد بيني وبينهم كان هو بتاع شهاده وتحكيم ده، وانا كنت قلقان جدا وانا داخل، كان اول مشهد ده ليا معاهم، فهم شافوني اللي انا متوتر وقلقان، لا قعدنا بقى نهزر ونضحك. فصباح الفل، انت مش عايز حاجه من الدنيا تاني. فكنت قلقان جدا وانا بشغال يعني، احنا بنعمل بروفا وهم خدوا بالهم من الاتيتيود ومن النفس بتاعي اللي انا متوتر. فالحمد لله يعني كسرنا الحاجز ده، لو فضلنا نهزر بقى، وزي ما حضرتك شفت طلع كده الحمد لله. ايه اغرب كومنت جالك على ميكا؟ طبعا لما الاستاذ تامر حبيب علق لي وقال اصيع واجمل ميكا شفته في حياتي، منزله عنده على الانستجرام. طبعا كلمني وبارك لي. طبعا المفاجاه الخطيره الثانيه ان انت بتشارك مع تامر حسني في فيلم ريستارت، الناس اتبسطت لك جدا بالمصور ده، الدور جالك ازاي وتامر كلمك ازاي؟ الحمد لله يعني، انا كنت بصلي الفجر، وليت الفجر خلصت لقيت الاستاذ احمد عبد القادر مدير التصوير بتاع خالد نور وولد نور خالد، ده كلمني قال لي يا سيد ابعت لي على الماسنجر، قال لي ابعت لي رقمك حالا. فبعت له رقمي، انا قلت حصل حاجه ولا انا قلقت، فبعت له رقم، لقيت الاستاذ تامر بقى هو اللي بيكلمني الساعه 3 الفجر، قال لي 4 الفجر سوري. فقال لي سيد معايا، قلت له انا كل ده في دماغي الاستاذ احمد. انا فضلت اهزر، قال لي لا انا تامر مش عارف، انا مش مصدق، اصل في واحد من صحابي بيقلد صوته قوي، فانا شك ليا اشتغال ليا بعد النوم دي. فمن هنا لهنا قال لي لا انا استاذ تامر كذا، فاتبسطت جدا ورحت له والحمد لله يعني خير ان شاء الله. ولكن هو شاف ميكا فعشان كده رشحك الدور. الحمد لله يعني. هي بص اقول لك معلومه صغيره، المفروض انا اخو الاستاذ هنا الزاهد. انا فاهم. بس اوكي، طلع بقى شويه ميكا ولا لا؟ لا انا لسه ما مسكتش ورق، لسه ما مسكتش ورق، احنا كنا بنصور بس الكليب. اوكي، وبعيدا عن ريستارت ايه تاني داخل فيه؟ يعني حاجة تانية برضه شغال عليها، بس سيباتك من على خير. لا يعني سيباتك من على خير.